جيد. إذا اليوم محاضرتنا راح تكون هي المحاضرة الثانية في موضوع الرن أوف، اللي هي وأيضا راح تكون استكمال لما بدأناه في المحاضرة السابقة من موضوع الرن أوف، وتطرقنا في المحاضرة السابقة إلى بعض الجوانب الخاصة بموضوع الرن أوف، وحرفنا من عدها شنو خصائص الإيجابية أو خصائص المناخ وتأثيراته على موضوع الرن أوف، وأيضا تناولنا أنواع وخصائص الوديان، وتطرقنا إلى أنواع الثلاثة الخاصة بموضوع الأودية، وأيضا تطرقنا وياكم إلى موضوع الحصيلة وعلاقة الحصيلة بموضوع الحجم وشنو العلاقة والارتباط فيما بينهما، أيضا تطرقنا له في محاضرتنا. اليوم راح نكمل الموضوع، اليوم شو موضوع مهم جدا يحتاج انتباه من عندكم. موضوعنا هو موضوع ما يسمى بمنحنى الجريان استدامة. خلينا نحكي أول مرة شنو معنى منحنى الجريان استدامة، أو ليش هذا الموضوع أنا أعتبره موضوع مهم جدا. موضوع منحنى الجريان استدامة شباب هو شنو؟ أنا بالمحاضرات السابقة بالفصول السابقة تكلمنا على موضوع الدورة الهيدرولوجية، وتكلمنا حول موضوع علاقة التبخر مع الأمطار مع الانفلتريشن اللوزز الكذا، توصلنا بالنتيجة النهائية المحصلة لموضوع الرن أوف اللي هو الجريان. هذا موضوع الرن أوف موضوع مهم، لأن هو اللي يهمني. شلون يهمني؟ أنا اليوم مثلا عندي اريد اعمل تصميم لشبكه مجاري مثلا، او اريد اقوم بتصميم لبحيره سد، طيب، او لاي منشأ هيدروليكي، لاي منشأ يتعامل مع المياه. هنا تكون عندي امامي سؤال مهم جدا، الا وهو كميه التصاريف اللي قد تكون خلينا نقول قد تحدث، مثل ما احنا حكينا بالسابق على موضوع الامطار، وقلنا ايش قد مثلا الامطار، وممكن نسوي علاقه بانه الاحتماليه وموضوع الامطار، اعلى امطار قد تسقط، اعلى عمق مطر قد يسقط وما الى ذلك. اليوم نجي هنا الى موضوع مهم جدا الا وهو التصريف. التصريف اهم من الامطار. انا قد تمطر الدنيا وعندي أرض فيها بيرمابوليتي عالية وممكن تستوعب صير انفلتريشن الماء، وبالتالي بالنتيجة النهائية شو يصير بالنتيجة النهائية؟ أنه كمية الأمطار الساقطة يعني تذهب للمياه الجوفية وما تسبب خطر أو ما تسبب مشكلة على المدينة أو على السكان الموجودين. لكن في منطقة أخرى لا، الأمطار اللي تسقط أغلبها يعني يروح وين؟ باتجاه الرن أوف، وبالتالي يسبب مشكلة فيضانات، قد يسبب مشكلة مثلا تهدم سدود السد، ينهدم بحيرة السد إذا تجي موجة فيضانية قوية، قد يصير عنده مشكلة مثلا في موضوع يعني موضوع راح نجي إن شاء الله الخزانات الخاصة بخزن المياه لأغراض الشرب او لاغراض استخدامات المدنيه للمدينه. هاي كلها مشاكل قد تواجهني فيما لو لم اخذ بنظر اعتبار عند تصميم المنشأ للرن اوف. اعطيك مثال بسيط. انا اليوم طلب مني اصمم شبكه مجاري مثلا لمدينه من المدن. هاي المدينه انا اللي يجب ان احسب كميه الرن اوف اللي تحصل بها، واعلى رن اوف ممكن اتوقع يحصل. راح تقول لي هذا شلون اقدر احصل عليه؟ اقول لك احصل عليه من الدراسات من العفو البيانات والسجلات السابقه، مثل ما راح نجلس نشوف احنا. زين هذا الشيء يفيدني، انا عرفت هسه انه يفيدني انه بنحدد التصميم المجاري بحيث تقدر تستوعب اكبر كميه ممكنه من المياه، مياه التصريف، وبالتالي ما يصير عندي شنو؟ ما يصير عندي عملية خلينا نقول انغلاق أو فيضان، أو يعني تصير مشكلة
يعني المجاري نفسها، وبالتالي قد تفيض المجاري وتسبب لي مشاكل اخرى وما الى ذلك اللي تحصل عندي. اذا هذا مهم بالتصميم، لازم اعرف ايش قد بالضبط عندي الرن اوف، وايش قد اقصى رن اوف صار عندي، ايش قد اقصى يعني سيح او تصريف حصل عندي خلال مثلا فتره من السنوات الموجوده، بحيث اقدر اخمم شلون اقدر اصمم المجاري. او بنفس الوقت مثلا السد عندي، سد عندي ولازم اعرف ايش قد بالضبط راح تجي مياه تصرف الى 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 هذا السد، وايش قد راح يتحمل هذا السد، يتحمل هاي الموجات الفيضانيه. طبعا هذا احنا من منعيها، لكن هي مساله خطره جدا. الان اخواننا في وزاره الموارد المائيه بارك الله بهم طبعا جنود مجنده في مجال، وصارت العام الفيضانات الموجوده والامطار الغزيره قدروا يكسرون الموجات الفيضانيه وقدروا انه يستوعبوها، ولا كان هناك كارثه تحصل في على اقل تقدير سد الموصل اللي هو سد بمشاكل بالاسس الخاصه بالسد نتيجه وجود صخور يعني تذوب باستمرار، يعني قابله للذوبان عاليه اللي هي فيها جبسم و احجار جير. لذلك عندنا هاي وحده. مره اخرى لا، انا مره اخرى اريد طلب من عندي اصمم خزان مي، خزان ماء، خزان ماء لخزن المياه. يعني تعرفون اغلب الدول ما عندها مياه جريان مستمر، يعني قد تصير المياه الموجوده عندها في فتره من الفترات، احنا الله سبحانه وتعالى قد انعم علينا بنهر يجري الفرات اللي هم في طريقهم الى الجفاف، زين، لكنه في دول ما عندها مثل مثال على ذاك الأردن ما عندها أنه مياه جريان مستمرة، قد تعتمد على مياه جوفية، قد تعتمد على إطلاقات مياه مثلا من بعض من دولة مجاورة وغيرها كذا. فإذا لازم تحسب حساباتها أنه المياه غير مستمرة في مجرى الأودية أو الأنهار مثلا موجودة. وأنا إيش أريد أصمم خزان بحيث يستوعب لي كمية من الماء تكفي لسد حاجة المدينة. تقول لي ممكن اسوي اكبر حجم ممكن، اقول لك هنالك خساره اذا اكبر حجم ممكن راح يسبب لي خساره في الموضوع الكلفه الاقتصاد، كلفه الانشاء ممكن يصير عندي خساره اذا كبير وواسع يصير تبخر عالي من عنده، ممكن اسوي صغير قد ميت. اذا لازم اخلي شنو، اخلي بحجم يكون هو خلينا نقول هو الاوبتيموم والانسب والافضل، زين. هاي كلها راح نشوفها اليوم بمحاضرة هذا اليوم، شلون نقدر نتعامل ونقدر نتفاعل مع هذه الأمور. طيب عندي أول شيء هو منحنى الجريان استدامة، منحنى الجريان هي علاقة تكون بين التصريف ضد النسبة المئوية تكون فيها الجريان مساوي أو متجاوز، ويعرف هذا المنحنى أيضا بمنحنى شنو؟ بمنحنى التصريف التكراري، منحنى التصريف التكراري. فإذا كان عدد النقاط المعلومة المستعملة الآن في هذا القائم في نتعين مواقع البلوتينج بوزيشن أي تصريف ساوي كيو، قد تكون صعبة. خلنا نأخذ مثال حتى يصير شوية الموضوع أسهل. عندي هذا المثال، يقول المثال الجريان اليومي لشهر، عفوا لنهر، جريان يومي لنهر لثلاث سنوات متعاقبة، ثلاث سنوات متعاقبة. شنو معنى متعاقبة؟ هاي موضوع مهم جدا. متعاقبة احنا عندنا بالعراق مثلا، في العراق مثلا يعني السنة المائية تبدأ من الشهر العاشر، الشهر العاشر عندنا السنة المائية تبدأ، مو من الشهر الواحد، من الشهر العاشر، وتنتهي في نهاية الشهر التاسع. يعني تبدأ بالعاشر 11-12 من السنة الأولى، وتبدأ على السنة الثانية الواحد الثاني الثالث الرابع إلى الشهر التاسع. بالعاشر تدخل سنة مائية أخرى. تقول لي ليش؟ أقول لك السبب راح نعرفه إن شاء الله بالفصل الجاي اللي هو موضوع الهيدروغراف. الهيدروغراف أو المنحنى الهيدروغراف راح يكتمل بهذه الفترة من العاشر للتاسع. إذا خلينا من الواحد راح يصير مقطوع، جزء على سنة وجزء على سنة ثانية، ما يصير متكامل بحيث ما نقدر نسوي حساباتنا الخاصة بالأمور الهيدرولوجية. إذا نحتاج أنه تكون السنة تبدأ من العاشر وتنتهي بالتاسع، هذا يسموها السنة المائية. إحنا من ضمن الدول اللي تعتمد على هالنظام هذا بنظام السنة المائية اللي تبدأ من العاشر. لذلك عندنا شنو يصير عندنا؟ يصير عندنا سنة ومثلا يقول 61-62، ما يقول سنة 61 لأن هو
العاشر من 61 11 12 ثم يدخل على 62 الاول الثاني نهايه التاسع، وتبدا عندك السنه الثانيه 62 63 63 64. هذا موضوع مهم هو موضوع السنوات المائيه. لذلك يقول لي خلال ثلاث سنوات متعاقبه، ثلاث سنوات متعاقبه قدروا يحددون التالي، بانه عدد الايام اللي كان بها التصريف ما بين 120 الى 140، يعني هو الاعلى ماكسيمم بالنهر. عندهم نهر، عندنا نهر مثل شط الكوفه لو فرضنا، الان هو شط الكوفه مسيطر عليه، ما اقدر اقوم بشي حسابات ما لم اعرف سياسه الاطلاق الخاصه، لكنه كان هذا النهر الكوفه اريد اسوي له بالدراسه اشوف بالضبط حسب سياسه الاطلاق الموجوده من سدد الهنديه، اريد اشوف بالضبط شلون يصير الاطلاق هذا المياه على اي اساس اذا كان هنالك سياسه منتظمه. فايش قلت؟ حسبت انه شفت خلال سنه 61 62 ولا يوم كان عندي التصريف ما بين 120 الى 140، لكنه يومين اثنين كان عندي التصريف من 100 الى 120. شنو؟ كيوبيك متر بير سكند، يعني متر مكعب بالثانيه، اطلاقات او التصريف النهر كان ما من 100 الى 120 خلال يومين بالسنه. 12 يوم كان من 80 الى 100، 15 يوم كان عندي من 60 الى 80، وهكذا نزولا الى خمسه ايام فقط كانت عندي بها التصريف النهر هو من 5 الى 10. يعني النهر خمس ايام فقط كان بي، واعلى ايام كان هو تقريبا من 40 ل 30، من 40 ل 30 كان عندي من 40 ل 30 تقريبا 84 يوم عندي. شنو عندي؟ كان الاطلاق هو او التصريف من 30 الى 40 متر مكعب بالثانيه، هاي بالسنه الاولى، نفس الشيء بالسنه الثانيه، نفس الشيء بالسنه الثالثه، انطاني فقط عدد الايام حسب التصاريف الموجوده بهم، كم يوم والثاني وهكذا. بالتالي عندي خمسة أيام كان التصريف تقريبا من 5 إلى 10، 15 يوم من 10 إلى 15 وهكذا. شي يريد من عد بالسؤال؟ يقول الجريان اليومي لنهر ثلاثة متعاقب موجود في جدول أدنام، هذا اللي عرفناه هسه احنا شرحناه. أيضا يحتوي الجدول على عدد أيام الجريان السنوي العادي لكل تصريف، هسه حكينا عليها. طيب شو تريد أنت؟ يقول لي احسب 50% إلى 50-70% جريانات معتمدة للنهر. يعني شنو معناهم؟ اشرح لكم اياهم. انا اليوم اريد ابني مثل ما قلنا خزان مي، او اريد ازود مدينه من المدن الموجوده بمياه من النهر. طيب هاي المدينه مثلا عندي مدينه من المدن انشئت او اريد ان انشئها او تم التخطيط لانشائها على نهر، على جدول او على قناه. طيب هاي المدينه ايش قد على سكانها؟ ايش قد تحتاج كميه مياه؟ المفروض احسبها تخطيط، اكون اخطط اقول هاي المدينه تحتاج مثلا الى ان يكون تصريف النهر لو فرضنا 60 50 الى 60 متر مكعب حتى يغطي شنو؟ حتى يغطي هذه المدينه. طيب انا اريد اعرف هذا النهر، هاي ال 50 الى 60 متر مكعب ايش قد تمثل نسبه السنوية للنهر؟ يعني ممكن هذا النهر أو هاي القناة 80 إلى 90% يكون بها جريان من 40 إلى 50 متر مكعب، إذا ماكو مشكلة تبقى عندي 10% المدينة ما توفر لها مي، أقدر أعوض خزانات وغيرهم. وضحت الفكرة؟ لكن إذا كان عندي مثلا تصريف النهر 40% يغطي 50 4 يعني من 40 الى 50 متر مكعب بالثانيه، النسبه المتواجده المعتمده 40% او 30% معناه 70% من ايام السنه ماكو مي، ما يتوفر المي للمدينه. اذا المفروض الاقي حل، لو المدينه غير مكان بغير مكان، لو اسوي خزانات مياه ضخمه بحيث تفي بالغرض، لو اسوي مثلا انابيب مال مياه تصريف من مكان اخر، او احفر مياه جوفيه. وضحت الفكره شنو؟ هذا هو جوهر الموضوع. شنو؟ انه اريد اعرف ايش قد النسبه المئويه المعتمده لتصريف هذا النهر. هذا النهر جد 50% من عنده تصريف ايش قد يصير؟ 70% جد يصير 90% وهكذا.
فهنا شنو الموضوع؟ الموضوع يقول يتم حساب قيمة البي بي محور كذا. المهم خلينا نجي نشوف السؤال شلون نحله. يقول بي بي اللي هو عندنا يعتبر مقياس لوغاريتمي يساوي ام على ان بلس 1. خلينا نجي نشوفه بالجدول افضل. عد الجريان اليومي اللي هو مطينا بالسؤال. الجريان اللي هو مطينا بالسؤال هاي التصاريف اللي مطينا بالسؤال واضحه، راح انزله هنا. وعندي عدد الايام للسنه الاولى، السنه الثانيه، السنه الثالثه. مجموع عدد الايام للسنوات الثلاثه، هاي ليش سويت ثلاث سنوات؟ حتى تكون عندي يعني دراستي ما معتمد على سنه واحده، قد تكون هاي السنه الواحده بها مشاكل، بها استثناء، فتره جافه، فتره رطبه، لذلك كل ما زيدت عدد السنوات للتخمين يكون افضل، يعني معناها انه شملت اكبر عدد ممكن من الايام اللي تمر بهذا النهار، وبالتالي يكون نتائجي اقرب للواقع. اقرب للواقع، لذلك انا اعتمدت هنا ثلاث ايام، قد يحتملون 10 سنوات، قد 20 سنه. إذا هيك دراسات يعني، بس هذا السؤال ثلاث سنوات لغرض الفهم لا أكثر ولا أقل. إذا خلال ثلاث سنوات كان عندي عدد الأيام اللي كان بها التصريف من 120 إلى 40 ست أيام، اللي هو 0 بواحد بخمسة، 19 يوم من 100 إلى 120، وآخر شيء عندي خمسة أيام فقط للنسبة من 10 إلى 5. وضحت الفكرة شنو؟ جيد. اذا صار عندي خلال هاي الفتره عندي فقط 5 ايام، وهكذا بالنسبه لاول يوم هو 6 ايام 19 والى اخره من الفتره. طيب ايش راح اسوي؟ اول شيء اجي اسوي منحنى تراكمي او عمود تراكمي، شو اراكم، اقول السته هي نفسها السته، ثم اقول سته و19 25، 25 45 70، اراكم 70 70 و62 132، عملية تراكم أراكم. إذا هذا شيء يمثل لي، هذا يمثل لي تراكمي، هذا يمثل لي تراكمي، بحيث هاي شيء تمثل، من يقول لها تمثل؟ ال 1096 طلاب، ماذا تمثل هذه؟ سؤال لكم، ماذا تمثل هذه الرقم؟ هذا الرقم شيء يمثل؟ هذا الرقم طلاب المتواجدين، انتظر اجابه منكم، سمعوني، اذا سمعوني بالشات اكتب رقم واحد، اللي يسمعني بالشات اكتب رقم واحد، جاوبني بالشات او جاوبني بالتليجرام ماكو مشكله. انا الان ويا 11 طالب، 11 طالب موجودين، خديجه رقم واحد، زين يعني تسمع 90 خديجه، نعم. البقيه سرور، سهاد، سيف، فاطمة، سمعوني لو ما سمعوني، إذا سمعوني اكتبوا رقم واحد بالشات. مجموع عدد جريان، لا مصطفى عباس، أوكي اللي يسمعني خليه يكتب رقم واحد بالشات، يفضل بالشات، بس إذا ما تعرف بالشات ممكن بالتليجرام تحط رقم واحد حتى أعرف خافك وطالب ما يسمعني من المجموعة. البقية ذول ثلاث طلاب عندي فقط، سيف، خديجة، عبد الصاحب، واحد واحد بعد البقية، محمد. إذن لحد الآن يعني تقريبا الكل قاعد تسمع، محاضرة واضحة والكل تسمع. طيب نعم، خديجة تقول هي عدد أيام السنة التي لا مو عدد أيام السنة، بابا مو عدد أيام السنة، هاي ال 1096 شي يمثل لي شباب؟ شي يمثل لي؟ يمثل لي عدد ايام الثلاث سنوات، عدد ايام مجموع 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 عدد ايام الثلاث سنوات، مجموع عدد ايام الثلاث سنوات، هاي تمثل لي اياها. وضحت الفكره؟ لان هي اساسا تراكمي تجميعي، علما تجميعي، تجميعي لمجموع الاعداد الايام، لان هاي يمثل لي اذا اجمع هسه هاي كلها راح تمثل لي عدد ايام ايش؟ راح تمثل لي عدد ايام السنه الواحده، هاي راح تمثل عدد ايام السنه الواحده، صح لو لا؟ ونفس الشيء بالنسبه هنا
ونفس الشيء هنا بالنسبه لجماعتين، وهذا يمثل لي عدد ايام الثلاث سنوات، عدد ايام الثلاث سنوات. واضح الفكره؟ اذا انا اللي سويته جيت راكمت، بديت بال6 6 19 25 25 45 70، وهكذا وصولا الى 1096 اللي تمثل لي عدد ايام السنوات الثلاثه، عدد ايام السنوات الثلاثه. طيب نيجي شو نسوي النوبة طلاب؟ العمود الاخير اللي هو المطلب اللي انا اريد اطلبه، العمود الاخير هذا الشيء يمثل العمود الاخير، يمثل العمود الاخير قيمه بي بي. شنو معناه؟ يساوي لي ام ام على ان على ان بلس 1 في 100. الام شو تمثل لي؟ الام تمثل لي عدد الايام، يعني السته مثلا لو جينا على جينا الى الى ال الو لو جينا هسه بالنسبه ان للاول قياس عندي هذا موجود، هذا موجود، راح تكون عندي الام، الام شو تساوي الام؟ تساوي لي الام 6. الام راح تساوي لي 6 اللي هو هذا الام 6 على ان بلس 1 اللي هو الان يمثل لي المجموع، المجموع ايش قد؟ المجموع 1096 بلس 1 يعني معناها 1090 97 1097 يعني المجموع الكلي الان، مجموع عدد الايام الكلي زائدا واحد، زائدا واحد. فهمت الفكره؟ نفس الشيء بالنسبه الى الحاله الثانيه، مين اجت 2.28؟ اجت من عمليه قسمه ال 25 على ال 1097 وهكذا بالنسبه للبقيه، الى ان وصلنا وين؟ الى ان وصلنا لاخر قيمه، هاي اخر قيمه اللي هي راح شو تساوي لنا اخر قيمه؟ تساوي لنا اخر قيمه تساوي لنا اللي هي 1096 تقسيم 1097 باعتبار الام هو ال 1096 والان بلس 1 الان هو ال 1096 زادا واحد سوى لي 1097. واضح الفكره؟ هذا اللي صار عندي في موضوع الجدول. اذا هسه عرفت، عرفت منين اجى هذا العمود، من اجى هذا العمود؟ هذا جاء من هذا الجد، من هذا العمود التراكم الراكم مال ثلاث سنوات، وقيمه الام هي العدد نفسه هذا، وقيمه الان بلس 1 هو المجموع الكلي بلس 1 بلس 1. طيب بعد ذلك، بعد ذلك اذا عرفت هذا الشيء راح اجي شو اسوي النوبه؟ راح اجي ارسم، ارسم العلاقه ما بين قيم، قيم التصريف ذني، تصريف ذني يعني يكون العلاقه المرسومه، المرسومه ما بين من؟ ما بين، راح ارسم علاقه ما بين ال هذا هذا العمود وما بين هذا العمود، راح ارسم علاقه ما بين هذا العمودين. هذا راح يمثل لي المحور، يا محور، محور واي، وهذا ايش راح يمثل لي؟ يمثل لي المحور، المحور اكس. هذا العمود يمثل محور واي، هذا العمود يمثل لي محور اكس. سؤال طلاب، سؤال، هذا العمود شلون امثله؟ هذا العمود شلون امثله؟ شلون اخليه على هذا العمود امثله؟ وهو عباره عن مدى وليست قيمه. ها طلاب، من يجاوب؟ ها طلاب، سؤال اعيده. انا هسه لازم ارسم علاقه ما بين الواي اللي هو مثل لي هذا التصريف والاكس اللي مثل لي هذا البي بي. زين هنا سؤالي، خديجه، خديجه رفعت ايدها. خديجه شلون امثل هذا القيم؟ شلون القيم هاي راح تمثل خديجه؟ راح افتح لك، تريدين تكلمي؟ اذا تكلمين افتح لك المايك، اذا تحبين تحكين او تكتبين بكيفك. نعم. من يجاوبني؟ شلون راح اعتمد هاي القيمه ما بين 120 140؟ صادق. طلاب، هاي مشاركه ترى عليها درجه. هنا السؤال اللي راح اساله، هذا امثل على محور شنو؟ على محور واي. هاي الرسم مثلت على محور واي كيو،
كيو وهذا البي بي على محور اكس. هاي شلون مثلت هنا؟ وهو عباره عن مدى رينج وليست قيمه مطلقه. ها من يقدر يقول لي شلون صار التمثيل؟ ها شباب ناخذ الرينج. شلون تاخذين الرينج خديجه؟ شلون تاخذين الرينج؟ شلون ناخذ الرينج؟ شلون ناخذ الرينج؟ هو من 120 140. شلون ناخذ الرينج مالته؟ ها ولا واحد يعني بالاحصاء من شو تاخذون بالاحصاء التكرارات؟ هيك نوع من انواع التكرارات شلون ناخذها؟ ناخذ مصطفى عباس يقول ناخذ المنتصف مالته بالضبط، يعني ناخذ المعدل، يعني ناخذ معدل القيمه. يعني مثلا عندي هنا 120 و140، راح اقول 120 زائد 140 ايش قد؟ 260 تقسيم 2 130. اذا القيمه هنا راح تكون 130. نفس الشيء هنا 100 و120 220، المنتصف مالته راح تكون عندي اللي هي 110. وهكذا بالنسبه الى بقيه القيم الموجوده الى اخر قيمه اللي هي عندي 10 5 15، المعدل مالته هي ايش قد؟ هي 7.5، 7.5 القيمه مالتها. زين وضحت الفكره؟ اذا جيت رسمت شباب، باق 10 دقائق تعرفون هذا، اعيد خاف تنسون انه هاي 40 دقيقه ينغلق فنعيد الادخال مره ثانيه. زين فاذا ايش سويت شباب؟ ايش راح اسوي؟ راح اجي هاي العمودين اجي ارسمهم، راح اجي ارسمهم، اجي ارسمهم على هذا هنا محور الواي وهذا محور الاكس. بالتالي من اجيت اردت اعرف بالسؤال ايش يقول لي بالسؤال؟ يقول لي بالسؤال 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 يقول لي يريد معدل ال 50% وال 75%. اذا اقدر اجي شو اقول؟ هذا ال 50 اسقط عمود مستقيم واقاطع ويا الواي، اقدر اعرف ايش قد بالضبط. هذا الان صار عندي، صار عندي من هذا الشكل صار عندي ال 35% يمثل لي المعدل شنو؟